السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على ذات جمال بالماضي، اللي الناس يقول لك هذو راهم ذات جمال بالماضي. هاي هاي هاي. لا، انا ضده في المستوى تاع المنتخب الوطني، ما طورش المنتخب الوطني. بصح انا كانسان هكا لا ضد هذيك، لا ضده على غير اليوم راه يدي في 6 ملايير ب 2019، نهار اللي زاده نهار اللي في اواخر 2019 نهار اللي زاده زاد شي 5 اضعاف قال بين نجيبو كوب دي موند. قلت له لا غلط، خرجوا ناس عايلوا فينا. اودي قلت له كاليفيكاسيون تاع عمي غادي انت بيتسيبها مفرشه بالقطن راك مهبول ولازم لها خدمه. نهار اللي لعبنا امام بوركينا فاسو يا ودي على الشيطان، قلت له يا ودي راك داخل في حيط. قال لك لا، لعبنا امام تونس ربحناها 2-0 يعني. قلت لكم يا ودي تمنيت انا من انسان تمنيت نخسروا امام تونس نهار اللي ربحناها 2-0، تمنيت نخسروا بثلاثه بربعه خمسه باش الناس تفطن. بصح للاسف افطنا، ما زلتو ما لا لا مازال كاين، كاين اللي فطن وكاين اللي مازال ما فطنش مسكين. كان مازال قاضب ديك السنتيرة الغيتارة تاع بيطردو بالماضي وكلنا جامع بالماضي، هاذيك نتوما قاضبينها ميظلة، حالك ميظلة برك، خاطر نتوما لاقين أموال من عند ناس يعني اللي عندهم فساد رياضي خايفين ولي يطلعو الملفات. خاطر جامع بالماضي ما غادي تحاسب ما والو، نتوما راكم خايفين ماشي من جامع بالماضي يروح، لا خايفين ملفات. ولي راهم يعطوكم الدراهم هما اللي راهم خايفين على الملفات ودايرين جامع بالماضي قدامه، هذا مكان. نحن لا نلوم بالماضي على النتيجة، بل يعني نعاتبه على الأداء الهزيل الذي لا فيه، جعل التكتيكية معتمدة للوصول إلى شباك، إذ كان هناك أداء وفرص ولم يأتي الهدف. المشكل في نزعة اللاعبين بتغيير اللعاب ينتهي المشكل. هذا مشكل ليس بجديد في المنتخب، هناك دائما صعوبات أمام فرق جيدة ومتوسطة بعد تسجيل أسوأ مشاركة في كأس إفريقيا في التاريخ المنتخب الوطني الجزائري وخسر التأهل لمونديال أمام أضعف جيل للمنتخب الكاميروني. بدل أن يفتح ورشة أصبح يظل يعني يظل الناس بملف ثقيل ودخل فيما لا يعنيه. 8 شهور كومبلي طول يخدم من هنا ولا من قناة لقناة، هذا ماشي لا سما طاف، يتبع فيه كوافير، يتبع فيه كذاب مشاكرة، يتبع فيه ذاك الكذاب اللي قال لكم كلوا المقروط، أكبر كذاب، أكبر إسكرو هذا اللي قال لكم كلوا المقروط، أكبر إسكرو، والله لا أكبر إسكرو، وهذوك هذوك الكلاب هذوك اللي في اليوتيوب هذوك الكلاب تاع اليوتيوب عجبتهم ولدو كيما هكا رئيس لجنة تنظيم رئيس لجنة مكافحة الفساد العالمي يفجرها. وين فجرها؟ مين البلاصة اللي فجرها؟ البلاصة اللي فجرها وينها؟ هذا المشكل ليس بجديد في المنتخب، هناك دائما صعوبات أمام فرق جيدة ومتوسطة بعد تسجيل أسوأ مشاركة في كأس إفريقيا في التاريخ المنتخب الوطني وخسارة وإن خسارة التأهل إلى مونديال أمام أضعف جيل المنتخب الكاميروني. بدل أن يفتح ورشة أصبح يعني يظلل الناس بملف ثقيل ودخل فيما لا يعنيه. زد على ذلك الفوز على فرق على فريق النيجر المغمور بهدف وتنزانيا ضعيف بكرة ثابتة وهدف ثاني عند انتهاء كل شيء، ظن أنه على مشكل يعني بالفوز على وين ظن أنه حل المشكل بالفوز على إيران والكونغو الديمقراطية، وهجم يعني وهجم لاعبين مغتربين الذين ينشطون في الدوريات الكبرى الأوروبية الذين طلبنا بهم بعد لقب 2019. فلما عاد من سباته في قطر للتربص سبتمبر غطى العين نتيجة بفرق هدف ضد المنتخب الغيني وكان متعادل مع نيجيريا لولا ضربة الجزاء التي لم يستطيع النظر إليها بعدما بعدم ثقته بفريقه.
في تربص اكتوبر تعادل مع المالي، فاراد تصحيح الامر في مواجهه الاولى، يعني اول منتخب اوروبي من الصنف المتوسط. السويد تلقى 7 أخرى بهزيمه 2-0. فبعدما ظن ان المشكل في نوعيه اللاعبين ففتح الباب امام مغتربين لانقاذ راسه، لكن عاد لتصفيات كاس امم افريقيا شهر مارس ليفوز الا بفرق هدف ضد منتخب ضعيف يعني النيجر ذهاب واياب، ليسكت المنتقدين بنتيجه لكن لا اداء ولا هويه الا يعني المستوى الفردي للاعبين من يحل المعضله. بعد غياب تام عاد في سبتمبر فاز على اوغندا بفرق هدف، ثم تعادل مع منتخب يعني التونسي المحترم بغياب لاعبين اصحاب الخبره، فتعادل وعجز عن الفوز امام دفاع منظم، وثم نفس الشيء امام تنزانيا. ولحد الان لم يدرك ان المشكل يكمن فيه، لان تم الان يعني تم تغيير الملاعب واللاعبين وحتى البدله، لكن المستوى المتدني لهذا المدرب يخليك يعني ناس كلمه زالهم امنين باللي غادي على بالك اللي راه يشوف يقول لك ايا كما قال لهم هذاك المخلف، قال لهم جماعه تفكروا ايا خموا معنا كيروح هذا كيروح بالماضي واش نديروا؟ سلم معيشي سلم معيشي سلم معيشي ما كاش مشكل. انا نقول لك سلم معيشي فكروا معنا ويعرف كيفاش يدير هو. شوبير عنتر يحيى لازم يديروا له منصب في الاتحاد، يا ودي عنتر يحيى راح يخدم برا ان شاء الله. عنتر يحيى غير بشويه واحد ما تقلقوش، عنتر يحيى خلوه رانا على بالنا شكاين، عنتر يحيى خلوه، عنتر يحيى الحاج بلاصه في الاتحاد العربي، الحاج هو اللي بلاصه في الاتحاد العربي باش تفهمها مليح. شو بين مع زيت ليبيين، والله لا زيت ليبيين على هدرت عليهم درت عليهم فيديو يا هما كومون إيريل خطرة أخرى إن شاء الله نخلوك نخلوك تكذب اتحادية. ويعجبك من يقول لك يعجبك من يقول إيريل يكشف ويقصف ويغيب من هدر ما قال والو شا قال ما قال والو ما يردوه باللي عادوا تعراوراو ما عادوا تعراوراو قال ما نراوراو خدم تبعاه صديق قال ما عادش عدو يا هذه هي يربح بطاقة يخرج خلوه يربح باش يخرج خلوه يربح باش يخرج. أنا نقول لكم هذه يا خويا خلوه نعيط لك المهم رانا كيما يقول لك لازم باش تعرفوا هذا المدرب لناس هما اللي راهم
بيداري بيه مغلطين هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيت وخاوتي.